بون السلام عليكم. شروط التوعيه للزوج المستقبلي يكون انسان محترم وانسان يخاف ربي، باسكو اوتوماتيكمون كي يخاف ربي راح يخاف ربي فيا، ويكون انسان من الطبقه الواعيه والمثقفه. بالنسبه للمهر يكون ما بين 12 مليون 15 مليون وكل دارو كيفاش، يعني ماشي كاين ما يشرطوش باش انا تخلي شغلي يشرطوا لهنا يقول لك باللي نسحقوا انسان يهني بنتنا. كل انسان مربي يكون عنده كاريزما وزيد زعما في حياته يكون انسان خدام، انسان ماشي ما نشرطوش زعما يكون اخشي ملياردير وما يكونش زعما فقير، يقدر يعيشنا نقدروا نعيشوا كيف كيف، هذه هي. ويكون انسان يحترم المراه، هذا هو المبدا الاساسي اللي نسحق. طازج حله جديده وذوق اروع. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.